هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام بالزينة اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العلي يا خالق الحياة خلي ليام بالزينة اللي فات. مساء الخير عليكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. غادي نطرقوا للانترنت في أشكال متعددة. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على الانترنت اللي هو سلاح ذو حدين. تنعرفوا أنه في زمن العولمة الانترنت هو شيء مفيد جدا، تنتوصلوا به المعلومة في ما كانت عبر العالم وتسهل علينا الحياة، لكن الوجه الخفي للانترنت ومع تفشي ثقافة الفضائح هو أنه خصوصية الناس ما بقاتش محمية. حكاية اليوم لشابة واحدة من بزاف تعرضت للابتزاز عبر الانترنت من أقرب الناس لها. قصة اليوم مشاهدينا غادي نتعرفوا فيها كذلك على أشياء أخرى اللي كنغفلوا عليها، مثلا الجانب القانوني أو بعض المعلومات اللي غادي يعطوها لنا أخصائيين في المجال. حكاية اليوم هي ليست للفرجة إنما للعبرة. اليوم اليوم حتى الأحباب صاروا عديان، الله يا العالي يا خالق الزمان خلي لقات تداوي الأحزان. صاحبي البارح واليوم دار عليا رماني بسهام وزدني الكلام، الله يا العالي يا خالق المكان علمنا الخير وثبت الأقدام. فهاد الصور مشاهدينا تنشوفوا يعني الواقع ديال المشاكل اللي كتقدر يعني توقع بسبب صور، بسبب فيديوهات متبادله على الانترنت. اي فعلا هو الانترنت مهم في حياتنا والتواصل مهم في حياتنا، ولكن في بعض الاحيان اللي ما كنردوش البال تقدر يشتت اسر. وهذه الحكايه ديال ياسمين اللي جات باش تقتسمها معكم اليوم مشاهدينا. ياسمين مرحبا بك. بارك الله فيك ياسمين. هذه القصه ديالك، هذه الحكايه ديالك بغيتي تحكيها لنا بوجه مكشوف ولا تبقاي مخبيه؟ هو صراحه ما قدرتش، بغيت ندوزها وانا بوجه مكشوف، ولكن المجتمع ما ترحمش. قصتك انت باش كتبدا؟ قصتي انا كتبدا ملي كانت عندي 15 عام. كنت كنعرفوا الجيراننا، تنقراو بجوج في مدرسة واحدة غير الأقسام اللي مختلفين. انتي وقانا واش ما كتعياش من هاد المرايا؟ عندك صحاب راسك طلعتي ليتي ما بقيتيش محتاجة النصائح. اوف وصافي يا ماما، صافي عافاك يا ودي. القراية يا ودي ما قروكمش بنيتي ولا تقول لهما اوفين. صدق الله العظيم، شوفي من المدرسة للدار ومن الدار المدرسة. صافي يا ماما واخا صافي، الصباح هذا الصباح هذا ألا لا تكون صباح ولا تكون عشية، النصيحة ما كتقتل ما كتحيي. أنا بعدا أنا بعدا قتلتيني بالله، واش ما ديريش هادي ما تفعليش هادي ما تدكيش هادي ما تخرجيش، أنا راني عييت باص. أنت ما كتعليش والله يعميها لك، خرجي ديال قريتك. يلا يلا ماما يلا انا غنمشي. يلا الله يعاونك. واش هاد ولاد اليوم ما بقاوش بغاو لي يهضر معاهم كاع؟ الله يهديهم. يلا صباح الخير. صباح النور. سمعت الصداع، ماما كعاوتاني مالك؟ كيك لاباس؟ وبحال ديما وبحال كاع الماوات، ديسك واحد حافظه صدعت ليا به راسي. هي كعاتك على الصباح. وبالسيف بالسيف، تخيل معايا في العوض ما تجبد واحد الصريفه وتعطيها ليا وتقول لي هكا بنيت سيري الله يجيب لك التيسير، الله يفرشك برضا ويغطيك به، مسمعني من المنقي خيارو.
وصباح زين هذا ملي بدات لك بالخيار هو الاول. وي يلا يلا اجي شبيك نديرو تصاور عاد نمشي نتعطل دغيا دغيا هكا شد انت ولا يلا صافي صافي بحال بحال انا شفت معايا يلا يلا نمشي يلا راه تعطلنا على المدرسه ثلاث سعود هذه يلا هذا الطبيعه ديال التعارف مع ولد جيرانكم واش غير ولد جاركم ساكن معكم ولا تيقرا معاك ولا زميل ديال الدراسه ولا شنو الطبيعه ديال التعارف اللي بيناتكم ولا مفهوم اخر اللي معروف يعني دابا الناس كلهم تيعرفوهم صاحبين شنو الطبيعه ديال التعارف ديالكم التعارف ديالنا من الاول كنمشيو بجوج مدرسات ونرجعو بجوج مدرسات هادشي في الاول يعني بشويه بشويه العلاقه تطورات مابقاش غير صديق ديالي وهذا تيقرا معايا يعني من بعد ولات صحبه وهذا علاقه ولينا تنخرجوا تمشيو هنا تمشيو هنا من بعد الدار حسوا شي حاجه ماشي هي هذا المجتمع خصو يتعاطى بحيطه وحذر مع الانترنت وما خصوش اي حاجه يشوفها في الانترنت يتقبلها هذه من جهه ومن جهه ثانيه خصنا نفهموا شنو هي الاشياء اللي راها يعني عاديه راه بحال المجتمع يعني راه ماشي واحد مثلا غادي نحرموه باش انه يدير الصوره ديالو نقولوا ليه ما ديرش وفي نفس الوقت انه شي حاجه اللي خاصه ما خصناش ننشروها لانه لا يمكن انه مثلا دابا نقبلوا انه الصوره ديالك انت ديرها في واحد الوضع حميمي مع وجهي وتحطها انت للعموم هذيك راك غير انت يعني كتولي الحياه ديالك الخاصه ترشحها عامه وكاين في هذا الباب لانه دابا مثلا كنعرفوا واحد الفيديو ديال واحد الفنانه اخيرا انه شدوا فيديو ماشي ديالها وحطوا سميتها على اساس انها هي وبالتالي الناس بقاو كيسبوا فيها وكل ما الناس اللي كيسبوا فيها راه كيجمعوا الذنوب يعني راه شي لا علاقه مع السيده ماشي هي وهما كيبقاو يعني تجريح في التعليقات وكذا وهذا زعما وهنا كنرجعوا اننا المجتمع سواء المسجد سواء المدرسه سواء كاع يعني المجتمع المدني الميديا الاعلام كله خصو ينبه
لهذه المساله كيفاش نتعاطاو مع هذه التكنولوجيا الحديثه اللي اصبحت متاحه للجميع، خصوصا بهذا يعني الانتشار ديالها في الهواتف الى اخره. وخصنا نعرفوا كيفاش نعرفوا شنو هي الاشياء اللي هي ايجابيه والاشياء اللي هي سلبيه. كيفاش كتخرجوا نتوما كتقراو نهار كامل؟ كيفاش كدير؟ يعني الوقت اللي عندنا نقدروا الوقت اللي عندنا خاوي تنخرجوا فيه بلا خبر حتى واحد؟ بلا خبر حتى شي واحد. ومن بعد؟ من بعد الوالدة ديالي حسات بشي حاجة مشي لي، حيت كتعطل فين مشيتي، أنا غير هنا. بقات كتسول عليا شوية، وهي عيطات على خويا قالت لي خاصك تبعها لأن ما بقاتش عاجبني حالة ديالها. أنت شنو كنتي كتقول لها؟ أنا تنقول لها غدا هنايا، غدا عند صاحبتي، غدا نحفظ معها هادي، غدا يعني كل مرة كندير لها سبب باش نخرج. مابقاش عاجبني حالها هاد الايامات. مزيانه المهم اللي جبتي معايا هاد الموضوع. حتى انت وليدي حسيتي بشي حاجه ياك؟ هي شوفي شكلها، لبسها، بورطابلها. لا لا ماشي اختي نسرين هادي اللي كنت كنعرفها، تبدلات عليا ولات وحده اخرى. ايه ولات خارجه بالقرايه ولا بلا قرايه. دابا شوف بغيتك تبعها ليا النهار اللي ما تكونش قاريه فيه. سمعتيني اش قلت لك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون هذا اللي قاريه وما قاريه؟ لا كلشي تبارك الله قاري، كاين الولد كاين البنت، صلى على النبي عليهم ما في عهد الله. عندك تكوني كتغطي على شي واحد فيهم، ها ودني منك. سيدي راه حنا كنديروا جهدنا والكمال على الله. ولا لا ما قلتي عيب. غير هو دير لي في الجهد جهدين. عرفتي؟ راه عند الفوره يبان الحساب. وتاش من فوره واش من حساب الله يهديك واه. شوفي راه ما كتعاود غير الصلاه وعن النبي وزيدون. هاد الولاد راه ما بقات فيهم ثقه، راه غير غفل طارت عينك. اسيب راه حنا ما غافلين شي. رشيد اسمع كي ها حنا غنشوف. يعود بالله مع الدخلة قلقتوني، الفيستا ما حيدناهاش، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ري وسيخ الخبر لهاديك بنت حرام داخلة خارجة بلا وقت، أنا ري واش غادي. أمي بنتي أمي راكي خاصك تقوليها ليه؟ وأنت أش غادي نقول ليه؟ سمع أش غنقول لك أنت؟ أمانة أنا شوف نهار الحد بغيتك تبعها ليا وتشوفها فين كتمشي، واش عند صحاباتها ولا فين؟ سمعتيني اش كنقول لك؟ كوني هانية الدوسي ديالها غير جيت لعندك. شتكون مال؟ تبارك الله باركين وش وش وش. انتي هذاك اتاي غادي يبقى محطوط، واش ما كاين غدا؟ لا كلشي موجود، كلشي راه موجود. ولا كلشي موجود نوضي حطيه. نسرين اجا بنيتي اجي عاونيني نحطو الغدا. اجي يلا طلقي راسك. جواد. نعم ديال انت مع القرايه؟ الحمد لله هاد الساعه كلشي غادي مزيان. عرفتي جواد العام راه كاين الباك. ايه عارف وغادي نجيب الباك ان شاء الله وبالموصل ديما يا الوالد. والله يرضي عليك الا جبتي هذاك الموصل. امين امين ان شاء الله. داك ساب ديالك؟ ايه. من بعد فاش خويا تبعنا احسننا بقاكم شي نهار بجوج. بقينا بجوج. ضربني انايا، بغى يضرب معاه هو يعني بقاو تيتخاصموا. جا للدار
شويه عقلت هذاك النهار في قيسم قالت لي استاذ تفعي الدوله تمسح الصبوره. اه ناري ما تفكرني صافي ديما كنتفكرها كنبقى جات زوينه. اشوف تبارك الله وصلنا عند بيه. نسمع شدني انا حدا مع راسكم ناري خويا سنين. ناري خويا اسمع صاحبي اسمع راه كتقرا معايا راني ودر بكم كتقرا في الزنقه اللي اللور ياك والدرب وكتقرا معاك وزايده متخرج العينين. خويا اسمعني شتي انا وياه والله العظيم تجينا غير كراسي ونحن حنا درنا حاجه والله العظيم والله باينة مصلحة ما عطينا ليا التصاور والتكركي دوي نتايا دوي 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 ضربوا جوي خويا زيد انت حسابي معاك هو النخر خويا زيد خويا الا قلتي حلب باغا تخرج عليا خويا الله يرحمك وما امك لا وماكو سمعتها اخويا انا بقيت خلاتك عاد تبكي باب الدار اخويا الا قلتي عليا ما تخرج لي على حياتي اخويا انا مزوجاتك غتزادي معايا ونغلقها معاك اخويا بغيت لك يديك عافاك اخويا الا قلتي عليهم غنموت غنمشي فيها اخويا غنمشي فيها ما تقوليش ليهم انا مزوجاتك. سمعي انا مزوجه لك في المهمه ديالك اخويا سمعي حيت عزيزه عليا غنعطيك اخر فرصه والله باقي شفتك معاه لا اخر مره حتى نقطع قبل ما توصل عند والد والوالده اخر مره اخويا زيدو قدامي هزي ساكك زيدو قدامي سيدي كنت فارقه لها الوالده ديالي يعني غوتات عليا قالت لي هذاك راه ما يليق ليكش يعني انت باقا صغيره وهو باقي صغير يعني اخوي راسك من هذاك الشيء غير هضره. من بعد قلت لها واخا هذيك الساعه ولكن انا بقيت كندير داكشي اللي قال لي راسي بقيت كنخرج بقينا كنتلاقى تنخرجوا عاوتاني في العشيه في الصباح يعني الوقت اللي عندي خاوي راه انا وياه يعني ما نجلسش في الدار خصني نكون انا وياه دائما. هذا راه التليفون ديالك ماشي التليفون ديالي. بحال تليفوني بحال تليفونك. غتمسحهم؟ ما دويش معاك. عندك ما تمسحهمش. شوف إلا صورتيني غير صيفطهم لي مسحهم في البلاصة. يلاه صافي سير. وعندك ما تمسحهمش. زوينة. ناري عندك ما تمسحهمش. ما دويش معاك راه غنصيفطهم لك في واتساب وغنمسح. نشوف اجي بلاتي والفيديو اللي صيفط لك هذاك النهار كنت لابسه فيه الشوميز مسحتيه؟ لا فيديو كيفاش انا فيديو؟ تفورماط ليا التليفون انايا بصح؟ المهم مابقاش عندي لا مابقاش وهاد التصاور اليوم غادي تصيفطهم ليا اليوم غادي تمسحهم صافي كاملين صافي تتصاور تاع ديك النهار اللي صيفط لك وصافي صافي يلاه غنشوف هادو العولمه شويه الانسان خصو يرد ليه البال ما يبقاش يكون داك الدافع ديال انه واخا يقول لك غادي نتزوجك صيفط لي التصوار كاري انا راه ما مقبولش وبالتالي الانسان خصو يخدم شويه ديال الضمير يعني شويه ديال الرزانه ويحاول يدرس دوك الخطوات اللي كيقوم بهم والصحاح وخصوصا دابا كاين المشكل الخطير كاع انه الناس شافوا هادشي وشافوا ورغم ذلك يديروا نفس يعني ما كينتبهوش الخطوره ديال داكشي رغم انهم شافوا مازال واحد مازال الدريه ما عارفاش وصيفطت لواحد اخر حقا قال لها نتزوجك تقدري تلقى ليها عذر ولكن اللي مازال تلقى ليهش عذر هو شي واحد عارف الخطوره ديال داك الشيء وكيولي يكرر نفس المساله وهذا مؤسف وهادو حالات كما قلت كثار وكثار اللي كيصلون الى الجمعيه. اكيد كانوا عندك صحاباتك ياك كنتي كتسمعي بلي بناتها هما كيديروا نفس الشيء ولا شي حاجه شكون عطاك الفكره من غير هذا السيد هذا اللي كان معاك؟ حتى واحد ما عطاني فكره هو اللي ومع البنات صحاباتك هكذا ما كتهضروش على هذه الاشياء هذه الاغلبيه ما تنجمعش مع البنات ما كتكونيش معاهم يعني داك الوقت اللي عندي ما خصنيش ندوزو مع البنات خصني ندوزو معاه هو هكذاك يعني ما كانتش شي مره شي صديقه اللي جراتك ولا قالت لك لا ردي البال هذا الشيء اللي كديري ماشي هو هذاك ولا والو يعني انت ما تكلمتيش في هذا الشيء مع شي حد لا واخا ومن بعد شحال لقيتوا الوقت قلتي لي 6 شهور صافي حنا بقينا بحال هكا حتى وصلنا الباك يعني فاش وصلنا الباك انا نجحت
هو ما نجحش. انا خليت يعني خاصني نكمل قرايتي، مشيت لمدينه اخرى نكمل قرايتي. من بعد داك هذيك الهضره اللي كانت بيناتنا وهذا بدات كتقل شويه، بدا في العام الاول عادي، ولكن العام الثاني بديت انا كنرجع نفسي. هذاك العام الاول بقيتوا مازال كتصيفطوا لي فيديو وتصاور؟ اه بقينا بحال هكاك، يعني نفس الحاله اللي كنا عايشينها. من بعد العام الثاني صافي انا بحال بديت كنفيق، انا كنت نعسه وبديت كنفيق. عمرك هضرتي في هذا الشيء مع شي واحد هاد الفتره هادي؟ لا حتى واحد ما انا لا. من بعد فاش بديت كنفيق بديت كنقول مع راسي هذاك الشيء اللي كنت كندير راه غير تخربيق، يعني انا خاصني نوقف على رجليا، خاصني نقرا، خاصني نعتمد على راسي. بقيت بحال هكا كنمشي. بقيتي كتفكري غير في المستقبل، ما تقوليش مع راسك ناري شنو دارت، ولا يعني ما جاكش الندم على داك الشيء اللي تخلعتيش ولا والو. داك الشيء اللي داز قلت صافي حنايا كيف ما انايا حيدته، يعني ما بقاش عندي، يعني راه حتى هذاك الانسان راه حتى هو حيدو، يعني ما بقاش على بالي كاع. مهم صافي بديت بحال بديت كنساه وصافي غادا في قرايتي مزيان وهذا، يعني ما عنديش الوقت باش غادي نبقى نتراسل معاه وبزاف الحوايج، يعني وليت مركز على قرايتي اكثر. من بعد داز هذيك العامين صافي تقريبا بحال نسيت، ما بقاش كيدور لي في دماغي نهائيا. العام الثالث غنرجع لدارنا. انا خويت لك اللي في المزيوده. ايوا قولي لنا شنو عندك. وسعداتك اختي، شتي انت بعدا في نفس مدينتك وقريبه هنا حتى لوالديك. علاه خشنتي منين؟ مدينتي يا لاله بعيده ب 400 كيلومتر من هنا. اوه ما ماشي هذا هو المهم، قولي لنا شنو كاين تحت داك الراس. قصتي يا ريم، قصتي انا فيها غير زوج ديال الكلمات. شنو هي الكلمه الاولى؟ المدينه اللي تزاديت فيها هي نفسها اللي كبرت فيها، وهي اللي قريت فيها من الروض حتى الباك. ايوا ايوا لالا، كان كلشي زوين، كان كلشي زوين وعادي حتى طلعت الليسي. هو دابا عاد غتبدا زوج كلمات. ايوا لالا، تعرفت على واحد الشاب كان ولد جيراننا وكان كيقرا معايا في نفس الليسي. ايوا طورت العلاقه بيناتنا ولينا كنخرجوا. زيدي قولي لي شنو كاين تماك. عرفتي شنو؟ كان كيصيفط لي تصاور وحتى انا كنت كنصيفطهم ليه. تصاور فيهم وفيهم كثير. تصاور شي كيصيفط لي اصاحبتي تصاور ماسخين، راك عارفه غير عقل صغار وصافي. عطيني نشوف كديري. لا لا انا راني مسحتهم. وهو وزقي عليا، هو قال لي مسحهم. والله انا بعدا بلاصتك ما نتايا كتبني تايقه براسك مسحهم. لا لا صاحبتي لا كمال، لا لا ما يديرهاش. وزيدون راه باقي كيصيفط لي ميساجات مره. اشنو دار هاد كمال مورا الباك؟ كمال ما نشدش الباك سقط. شوف نسرين، بحال هذاك غير حيديه من بالك ونسيه، وقتاش راه سالا ديها في قرايتك. عندك الحق اختي، عندك الحق، قرايتي هي الاولى. شوف نسرين، انا هاد الدنيا ديت فيها وجبت كثار منك. ثقه في هاد الزمان والله ما كاينه، ما تبقاي تعاملي لا معاه ولا مع غيره، غير ردي البال راسك وصافي. اش نقول لك؟ واخا اختي واخا اختي واخا، يلا خلينا نراجعوا شويه. دابا فيديو كان كيدور في الواتساب، كيدي دير انت تمسحو؟ ما يمكنش. هو راه كاين بحال الشكل ديال شديتي سيدي وبقيتي كدورو بالناس، ما يمكنش. يعني ما حتى تقنيا ما يمكنش، ماشي راه في واحد الموقع غادي تراسل داك الموقع وتقول ليه
راه هذا كيخالف قوانين ديال داك الموقع ديالكم، راه خصكم تمسحوه كيمسحوه. دابا يزيد هاد التطور عاوتاني ديال التطبيقات كيخلي الامور كتزيد شويه تصعب. دابا كاين بزاف ديال الفيديوهات شفناهم في الواتساب ولكن ما كاينينش في الانترنت، وهادو يعني كيولي واحد يعني دائما هادشي ديال التكنولوجيا خصنا نحتاطو، وخصنا الحياه ديالنا الخاصه نحاولوا يعني ما نخرجوش. وكاين اللي دابا تيدير واحد القضيه تيقول هاد التصويره واغي انا دي نشوفها، راه داك الهاتف ممكن يطيح وممكن دوك التصاور يطيح فيهم شي واحد اخر، وهاد الحالات حتى هما كانوا. انا حاله دازت عندي في جديده بنت في عيد الميلاد، هو عادي في ديك اللحظه، في ديك اللحظه عادي، ولكن داك ملي خرج من ديك المكان ما بقاش عادي، لان دائما طبيعه المجتمع محافظ الى اخره شويه كتكون الامور صعبه. رجعت للدار لقيت الدار جيب لي عريس. شي واحد اللي تقدم ليك؟ اه تخطبت انا وياه بطريقه تقليد، يعني ما كنتيش كتعرفيه؟ لا ما تنعرفوش. لا تخطبنا درنا العرس يعني عيشة، يعني رضيتي بالزوج و تبارك الله على بنيتي خدات الدبلوم ديالها وكملت قرايتها. كملت قرايتها، انا باقي الماستر، باقى الدكتوره. ودابا دويتي يابا وكافح معايا، كافح معايا حتى ناخذ ان شاء الله الماستر والدكتوره ديالي. اش غنقول لك، غادي نكافح معاك، ولكن هاد العام ان شاء الله غادي تخرج. هاد العام ايه كيفاش يا بانر؟ راني ما فهمت والو. ما فهمتي والو؟ شوف هاد الامر غادي نوكلو لامك، غادي تشرح لك من طاق طاق حتى السلام عليكم. انا واحد دقيقه وعاود راجع. زيدي زيدي حدايا هنا. هانا امي، هانا هانا امي. شوف بنيتي عندك واحد الزهر وكيهرس الحجر. زهر؟ اي امي انا راني ما فهمت والو، راه با قال لك فهميني. ايوا انا كنفهمك. شوفي الحبيبه، شتي خالتك شافت لك واحد العريس كامل مكمول. عريس؟ اي وعلاش امي؟ واش انا تشكيت عليها؟ انا يلا خديت الاجازه، بقى باغا ناخذ الماستر وباغا ناخذ الدكتوره. شوف ابنيتي هاد الشاب تبارك الله عليه وصله عندي قرا برا، من عائله لاباس عليها، ودابا راه دخل لبلادو ودار مشروع ديالو. راه بنيتي ما غيخصك معاه حتى خير. وانتوما امي موافقين عليه؟ واش كنقول لك ابنيتي على ما داكشي اللي قالت خالتك؟ راه موافقين ونص. راه مسكين عنده غير بواه، امو الله يرحمها. ايوا قولي لي اش قلتي قولهم يجيو. ايوا امي اش غنقول لك، ملي نتوما موافقين انا راه ما خليتو ليا ما يتقالو، ما عندي منكم. سادي 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 هذيك موافقين. زغريتها الاولى عرفناها ديالاش، والثانيه ديال الموافقه. ايوا تبارك الله تبارك الله. ايوا الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. الله يصلحك بنتي ويمتعك ان شاء الله بهذا الزوج. يا ربي امين يا ربي. ايوا بغيت نسمع زغروته دايز هالكلام. عاود واخا سيدي انا موجود وبغى من عندي. هيا الله يرضي عليك بنيتي، الله يكون منك، الله يصلحك، الله يصلحك. واتا هو يعني من عائلة لاباس عليها، وهذا ميسونة يعني، وتا انا عجبني الحال وانا مرتاحة معاه وكل شيء. صافي صافي قلت علاش لا تبني حياتك. هذاك الشيء اللي وقع ما بقيتيش فكرتي في هذاك السيد؟ لا والو نسيتي داك الشيء كامل، داك الشيء كل شيء نسيته.
مشيتي لدارك؟ ضروري. مرحبا بك. مرحبا بك في دارك. ميرسي. شوفي انا قريت برا وهاد كلمه ميرسي برافو ما عنديش معها. هادشي علاش دخلت بلادي العزيزه واختاريت واحده من بنات بلادي العزازات. كلام طبيعي ورنه مغربيه. عرفتي شنو؟ والله الا لنا وعلى الشباب بحالك كيفرح وكيبشر بالخير. الحمد لله راه 7 سنين ديال الغربه والله ما كاين ما احسن من بلادنا. ما كاينش بحال البلاد وما كاينش حتى بحال ولاد البلاد. الله يخليك ليا. غير هو قبل من قسم حياتنا بغيت اي حاجه ضارك تقوليها ليا. شي حاجه ما عجباتكش صارحيني بها وانا كذلك. انا معاك انا معاك ولد الناس. ما قلتي عيب في هادشي. بغات وياي شي حاجه بغات تفرغي عليا اتيني بها. لا لا الحبيب ديالي لا ما عندي ما يتقال. انا اللي على فمي على لساني طفولتي من المدرسة للدار ومن الدار للمدرسة. ملي وصلت للباك امي مرضت وماتت. كانت بالنسبة لي صدمة قوية والحمد لله خديت 3 دبلومات برا ورجعت لبلادي ودرت مشروع كبير وهادشي اللي كاين. ايوا الحمد لله الحمد لله والله يكمل عليك بالخير. انا وانتي هي وجه الخير وجه السعادة. متحشميش منها انا راجلك. ربي يخليك لي. شحال الوقت من مورا ما تزوجتي؟ تقريبا شي عام. وصلني ميساج قلبته تلقى انا فلان وهادي وهادي ما جاوبش. عاوتاني كيبقى كيصيفط لي وانا ما كنجاوبش. تيقول لي راه غادي نتلقى راجلك وغادي نعطيه هاد الفيديوهات هادشي الا ما عطيتينيش واحد القدر ديال الفلوس. يعني ولا كيطالب بالفلوس دابا؟ دابا هو شاف رجلي لاباس عليه وهذا ولا تيطالب بهاد عطيني واحد المبلغ يعني الا بغيتي نحيد هادوك لي فيديو هادو. الناس كدوز الشهر ديال الاسد حنا الحمد لله حياتنا كلها غتكون احسن. 6 شهور كامله دازت بحال غير سيمانه واحده. 6 شهور ولا عام ولا سيمانه الحمد لله عندنا هي السعاده. اجي كل هاد الحليب هاك حيدك فهم. يلا يلا حبيبه. لا راني شبعت. اللي شبعتي انت البيبي باقي ما شبعش. ايوا لا راه علي نكمل شهر باقي. شوفي نسرين راه خصك تهلاي في راسك. هذه راه هي اهم مرحله في تكوين الجنين. واخا سيدي واخا ما تبقى لي غير على خاطرك. يلا وكلني. يلا وحيد فيك بلاتي. امالك شو واقع ياك ما جاك شي ميساج في داك التليفون؟ اي اي لا والو غير شي نغزه مشات جاتني في الشرق وصافي. هي بيبي طالع من جد بحال باه من الشهر الاول بدا يركل. سيري سيري البيت نعس تريح شويه انا غنجمع هادشي وغنمشي للخدمه. غير والله كون ما كان عندي واحد الاجتماع مهم مع راسي على الفروع انا مشيت. يلا نوضي نوضي السلاح. لا لا والله لا جمعتي حاجه غير سير الخدمه ديالك. انا راني بخير ما تشوش عليا كون هاني مشيت. نسرين انا غنمشي غير نسالي الاجتماع وانا هنا صافي. واخا يلا تهلاي في راسك. حتى انت تهلا في راسك. سلام عليك. ما كنسخاش بك حتى سلام. شوفي عندي شي تصور ديالك يا سخي حدي الزمان وينك بغيت نشوفك.
أويلي أويلي أنا وطلع حرام أويلي أويلي أنا وطلع حرام بغي يخرج لي أنا حكي نسي أويلي مش غنديك مش غنديك شوف أنا مرة مزوج بعد مطلقي حتى لو تيزيز الله واش حسب لك أنا بركة أنا منين غنجيب لك هاد الفلوس منين أنا منين غنجيب لك هاد الفلوس منين منين غنجيب لي هاد الفلوس كاملين منين منين شوفي جيب الفلوس اللي طلبت ولا تصور غادي يوصلوا لراجلك أويلي 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 الله هوي على ود المكردة هوي على ود الشيحة وصلتي تلبتيزاز واخر بغيتي الفلوس ياك بغيتي الفلوس والله ما خديتي من عند الريال والله يا ود الشيحة ما خديتي من عند الريال واخر أبي يا ود لك ود الشيحة واحد نهار هو يتلقى راجلي هو يعطيه لي فيديو ماشي وحبس صغير تما وحبس فضحني في كاع البلايص كيفاش يعني كاع الشبكات سميتو كلهم لاح لهم هذوك لي فيديو اللي وتصور وراجلي فاش عطاه هذاك الشيء جلد الدار جمع حوايجو زاد في حاله أمالك ياك ما عندك شي مشكل في شي فرع من فروع الشركة وعندي غير مشكل في قنداري ربيع غير بشوية انت دابا قلتي عندك مشكل ايه واخا هادي فهمناها ايه والشنطة علاش الشنطة مالها علاش كتجمع في حوايجك واش غادي مسافر ايه غادي مسافر مش يا نرجع الله يحفظك وين تجيك ما احنا على فالك مبرد ليا مع راسك أتقتل الميت وبشم جناسته ياك وباز باز السي ربيع باز هذه هي الهضره ديال النهار الاول تاع اللي عنده شي مشكل يعاود لاخر ونحلوه بزوج ولا صافي هذه هي الهضره خاويه ولا لا لا هذا الشيء قلته انا ولكن انت ما قلتي والو انا مالي انا مالي انا اش غنقول بقى غير زيده في ما عندك ما تقولي ربيع ربيع فهمني عافاك راني غادي حماق راك غتحمقني يا ربيع وانتي راه انا اللي غادي نحماق لكن سافرت بلاصه وقلت لك عندك شي مشكل قولي عاودي ليا وانتي كتضربي الشخص الغربان تزيزتي ما عندك ما تقولي شوفي لالا ملي تبغي تقولي لي شي حاجه عيطي عليا انا غادي بحالي غير قول لي مالك وقول لي شنو وصلك لهذ الحاله يا ربيع واش باغا تعرفي شنو وصلني لهاد الحالة؟ باغا نعرف واخا انا هي الاولى واخا هي الاولى لاله نسرين هادي هي العشرة هادي هي ملحوظة عبد المشاركي شوف هاد المساجات شوف هاد الفيديوهات شوف هاد التصاور شي مزيان لا راه هاد الشي كذب راه ما والو عطيني تكيسة ما بغيتش غنشوفك احمقتيني رجع ليا يعني هاد النوع ديال القضايا حنا كنشتغلوا عليهم تقريبا بشكل يومي يعني اول حاجه كنقوموا بها في البحث ديالنا هي الاستماع للضحيه هي اول مساله وهي اول مرحله اللي هي مهمه جدا في البحث ديالنا حتى لو ان الشكايه جاتنا عبر التعليمات ديال وكيل جلاله الملك فكنقوموا باعاده الاستماع للضحيه هذه المرحله هي مهمه جدا منها ضابط الشرطه القضائيه كيحاول انه يكون واحد الفكره على الجريمه في حد ذاتها على شنو وقع بالضبط لان كما كتعرفوا بان كاين قضايا كبيره
اللي كيتفك اللغز ديالهم انطلاقا من بعض التفاصيل الجزئيه الدقيقه. يعني هذه هي اول مرحله كنستمعوا للضحيه وكنحاول هنا ضباط الشرطه القضائيه كيلعبوا واحد الدور ديال انهم يحاولوا يخليوا الضحيه اليز، يعني انها تحكي جميع التفاصيل ديال اللي وقع. هنا كنعرفوا شنو هو المبتغى من يعني شنو الهدف ديال المشتبه فيه او المجرم الالكتروني. واش الهدف هو ربح الاموال؟ وهنا ضابط شرطه قضائيه يقدر يلتجأ في البحث ديالو لانتداب بعض الشركات ديال تحويل الاموال باش يعرفوا شكون المستفيد من هذه الاموال هذه، او لا كتكون الهدف هو هدف ديال الانتقام او الاقشهر بالاساءه، يعني لا ديفاماسيون ولا لا مناس الى الاكستورسيون. هنا ضابط الشرطه القضائيه كتكون عنده واحد الفكره وكيبدا يعرف شنو هما المسائل اللي يقدر يقوم بهم في البحث ديالو. كما قلت لكم انتدابات سواء شركه ديال تحويل الاموال او الموزعين خدمات الانترنت لي فورنيسور داكس الانترنت او لي زيبرجور الا كانوا كيتواجدوا بطبيعه الحال في ارض الوطن، فكيقوم ضابط الشرطه القضائيه بانتداب توجيه انتداب مباشر لهم من بعد بطبيعه الحال اخذ تعليمات ديال السيد وكيل جلاله الملك. والا كانوا خارج ارض الوطن فكندوزوا عبر قنوات اللي عندنا بطبيعه الحال ديال التعاون الامني سواء في اطار انابه قضائيه دوليه او لا في اطار يعني الاتفاقيات ديال التعاون الامني ما بين المصالح الامنيه المغربيه والمصالح الامنيه ديال الدول الشقيقه والصديقه، او من خلال بطبيعه الحال المعاهدات الاقليميه الدولية اللي عندنا مع دول الصديقة والشقيقة. بالنسبة للحالة تاع الأخت اللي شفناها في البرنامج اليوم، اللي هي حالة تاع شخص اللي تم تهديده، تم إرسال الصور ديالو، فهي خاضعة للقانون الجنائي المغربي وبإمكانها كان بإمكانها قبل حتى نشرت الصور، يعني في إبان تاع التهديد اللي خضعت ليه من هذا الشخص باستعمال صور شخصية، صور اللي عندها حمولة وطابع خاص، كان بإمكانها أنها تدير شكاية للسيد وكيل الملك وتكون تحت حماية القانون المغربي اللي غادي يحميها أكيد من مثل هذه التصرفات اللي هي خارجة على إطار القانون. كاين قوانين أخرى مغربية اللي هي تم نشرها واللي معمول بها، مثلا حماية المعطيات الشخصية، هذه صورة اللي عندها معطيات وعندها حمولة خاصة ديالها، هي ممكن أنها تسمح بالتقاطها ولكن عندها الحق بالمطالبة بالحماية من أنها ما يتعرضش لاستغلال تاع هذه الصورة بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان في المجال التجاري او الاشهار. كيبقى طابع التهديد اللي هو حاضر حتى في هذه الحاله هذه، اللي هو تهوى فيه الحمايه تاع القانون الجنائي المغربي، واللي كان بامكانها انها تلجا ضد هذا الشخص مادام هو معلوم ومعروف وحاضر في هذه الصور، ممكن لانه ممكن يكون حاضر في هذه الصور، ممكن تكون صور اللي كانت فهي بوحدها، يعني كاين عندها الدليل وكاين عندها الصله بهذا الشخص وممكن متابعته في اطار القانون الجنائي المغربي، وهذا كيحفظ لها حقها حتى في المطالبة بالتعويض المدني والمطالبة بالتعويض لجبر الضرر اللي حصل لها. بالأخص أننا شفنا أنها تعرضت لعدة أمور كحصيلة وكناتج على هذا النوع من التهديد والابتزاز وهذا النوع من الممارسة الخارج على إطار القانون اللي قام بها هذا الشخص. تبعا الحكاية اللي شفناها اليوم نتاع البنت اللي يعني قبل ما تزوج أنها كتنشر الصور ديالها، يعني كتنشر الصور ديالها بشكل اللي هو عادي، وكتعتقد بانها الى في ديك اللحظه في ذاك يعني في ذاك اللاج ديالها في ذاك السن ديالها كتكون الامور هي عاديه، ولكن من بعد ما كتعرفش هي الاضرار ديال ذاك الشيء من بعد من هذه تزوج من هذه دير وليدات غادي يكون عنده شويه اضرار. وكما كتشفتوا في الحكايه ديال ذاك السيد ديال ذيك الدريه اللي تزوجت ومن بعد انها ملي تزوجت هذاك اللي كانت معاها في علاقه بغى ينتقم منها وصيفط للزوج ديالها ذاك الشيء اللي كان مسجل بيناتهم، وهذا كيرجع لاننا النضج ديال المجتمع، لان كاين الانتقام دافع دائما الانتقام، والانتقام كما غنوضح دائما هو يعبر عن ضعف شخصيه الانسان، يعني ما كيكونش عنده شخصيه قويه ما كيتقبلش بان هذه هي سنه الحياه، كنتلاقاو وكنتفارقوا وغاديه، وبالتالي ما يمكنش اننا الا على اقل حاجه ينتقم منك وتشوهني وتبغي تضيع لي المستقبل ديالي، لان السيده صافي تزوجت خصو ينسى داك الشيء وهو يشوف حياته اخرى ماشي لنهايه العالم. مؤسف اننا كنشوف واحد الحالات تتكرر بشكل دائم ودائم ودائم، يعني غير الحالات اللي يعني كيجيو للجمعيه ديالنا هم ليس بالعشرات بالمئات نفس الحالات، انا كتكون عندها علاقه مع شي واحد كتبغي تتزوج جو عندي عيط لدارنا جاو لعندي من بعد
من بعد حتى هما ما شافوا هذوك دونك في نفس الوقت كنت فهمتي انت بانه هادشي علاش الزوج ديالك مشى؟ الوالده ديالي بقات تقول لي شنو هادشي، هادشي علاش كنت انا كنصحك، هادشي علاش راه كيعرفها الام لان كتبقى نعم. ما بعد هما اللي لقيتهم وقفوا معايا لان فاش مشى وتعرفات القضيه جاني انهيار عصبي، طاح لي البيبي لان كنت حامله. ما كنتيش عارفه بان ما كنت لا كنت عارفه غير هذيك المشاكل اللي وقعات وملي هذا صافي تي فوسكوش. من بعد الوالد ديالي شاف تعيا وشافني انا تنضيع وهذا، وفي هذيك الحاله هو يمشي ل انتي تبارك الله كتغطي عليهم. حبست مرات في والدي وزيد وداعد بنت جدتك هذا غير عقل صغر. وبركة بركة راني في ليك بيني عباد الله اللي في ليك بيني. صافي سكت عرفتك راني اتصلت بطربيع بصح وفهمت راجل الله يحمر الظهر قلت له هل يوقع هل يوقع هل يوقع تفاهم الموضوع راه يتفاهم مع ولدو علي ها هما انا ابا ابا راه قبل ما نعيط لكم عيطت لربي عيطت لي ولكن ربي يكفيك يزوبني ويزوبني يزوبني يزوبني سدي عليا فمك احنا الكبار تفاهمنا مع بعضياتنا الحاج مصطفى عندي كلمة علي وهم غير قول اللي قلت لكم هم هذا شتي ابو الحرام ها شتي هاد الشيء اللي درتي ليا شتي تصورتو خلوهم مليوحين في اليوتيوب ها خليتيني شوها قدام الغادي والجاي هاويلي استغفر الله هاويلي انا هاويلي انا شوفتي انا تفضل تفضل السي الحاج يا بسم الله مرحبا الله يجزاك مرحبا السي الحاج الله يبارك السي الحاج اسمح لي راه في التليفون فهمتك على كل شيء وسي الحاج راني كنعرف الطيبوبة ديالك تفهمتي الموضوع ولا بغيتي عاوتاني نحط النقاط على الحروف انا معك ما يحتاجش الحاج ما يحتاجش راك هضرتي معايا في التليفون ووضحتي ليا كل شيء وتفهمت الموضوع مزيان ورانا شرحت لولدي كل شيء وقلت له المسامح كريم وها هو كيسمع اش قلتي يا ولدي ربيع اش قلتي متفق معك المسامح كريم ولكن عما هي كتسمع نهار ضربنا الكحل في البيض سولتها قلت لها واش عندك شي حاجه صارحيني بها كاع ما نطيحوا في هذا المشكل ديال التصاور ابا شتي مازال كيقول لي عندك مشكل عيب الله راه ما عندي حتى مشكل عيب الله عيب الله راه ما عندي حتى مشكل عيب
عندها الحق. اتصلت بالبوليس وشرحت لهم كل شيء، وانا قايمين بالواجب، ومن غير هذا الشيء اتصلت حتى بالجمعيات اللي كيهتموا بهذه المشاكل من هذا النوع. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن يا عمي كل نهار الاول فاش سولتها قال لي هذا الشيء كاع ما طيحوا في هذا المشكل كاع. انت كتسمعي؟ انت كتسمعي؟ انا كسبب هادشي كامل. انا كسبب هادشي كامل. انا قتلوني وقتلوني وبالعيب الله بغيت حبس. نسرين بنتي. مصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية هي مصلحة مركزية، يعني تم الإحداث ديالها على مستوى مديرية الشرطة القضائية، والهدف ديالها هو مكافحة الجريمة الإلكترونية بجميع الأشكال ديالها. هذه المصلحة هذه كتضمن يعني مختبر لتحليل الآثار الرقمية، واللي كيتكون بدوره من تقنيين مختصين والمهندسين مختصين في هذا الميدان، وايضا كتكون من ضباط شرطه قضائيه اللي الدور ديالهم هو من طبيعه الحال التحقيق في القضايا المتعلقه بالجرائم الالكترونيه والجرائم المتعلقه بالتقنيات الحديثه. هذه المصلحه هذه قبل كانت عباره عن خليه اللي تم الاحداث ديالها في عام 2007، ولكن مع تزايد هذا العدد ديال القضايا والعدد ديال الشكايات في هذا الخصوص، فارتأت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الخلية تصبح عبارة على مصلحة، يعني تكبر وتولي مصلحة مع تزايد ديال هذه الشكايات. بالنسبة مثلا الحالات اللي تكلمنا عليها تاع لي فيديو اللي كيتم تداولها بشكل كبير، واللي هي كتكون عندها واحد الحمولة تاع الفضائح أو للمساس بشرف الأشخاص أو للمساس مثلا بأمور اللي هي خاصة جميع الأسر لها أسرار ديالها وعندها طابع تاع الخصوصية. فإذا كان مثلا هاد لا فيديو هي تم تحميلها على واحد الموقع، يتم مراسلة هذاك الموقع عبر البريد الإلكتروني، عبر جوجل، عبر يوتيوب، اللي هما الشركات اللي عندها ديال الحق لأي شخص يتم ظهور ديالو أو للمساس بالصورة ديالو في واحد التسجيل معين بالحذف ديالو. لدرجة أن مثلا في أمريكا مثلا كاين الحق في حذف معطيات اللي هي واقعية، مثلا أحكام قضائية واللي تم التقادم ديالها واللي كتبقى ديما كتحل نفس الشخص وكتمس بالتاريخ دياله، يعني عنده الحق في المطالبة بالحذف تاع المعلومات اللي هي واقعية حقيقية مثلا تم إدراجها من طرف مثلا المحاكم أو من طرف الدولة، ولكن حماية هذاك التاريخ دياله بحكم أنه هو مر بعقوبة مثلا سجنية أو حبسية وأدى البين ديالو للمجتمع. كان نرجعوا للحالات مثلا لفيديو اللي كيكونوا محمولين، يعني تم تحميلهم وكيتم ارسالهم عبر قنوات مثلا بحال الواتساب. هنا هاد لي فيديو اللي فيهم مثلا الاشاره القصيرين او للمساس مثلا بالامن تاع الدوله او لهذا، بالطبع كتدخل السلطات وكيتم ادراج شكايات، ولكن الا ما فيهمش الا هي مثلا فيديو اللي ما كتحيلش بالضبط على شي مساس معين، رغم انها يمكن تمس الشرف ديال هذا الشخص او على الاقل تحط من القيمه ديالو، هنا كنظن بلا كاين واحد الفراغ، يعني يجب اثبات هذا الضرر ويجب كذا، وكيحيلنا هذا على القانون المدني. في القانون الجنائي خص تكون جريمه واضحه باش ان القانون المغربي يتحرك وان المحاكم تدير المجهود ديالها باش انها تواجه هذا القتل. انا ديك الساعه بقى عقلي صغير ما عارفه والو طايش، وهذا صافي تما قال لي انا من الاول فاش تقدمت ليك ما طلبتش منك الماضي ديالك ولا هذا، صافي وبقينا بحال هكاك. يعني ودابا الموضوع تنسى مع الزوج ديالك؟ الحمد لله معه هو راه عايش بخير، ولكن راه باقي شويه ديال بشويه بشويه غادي تنسى هذه القضيه. الحمد لله الحمد لله سلمتك وما كنتي غتمشي فيها، يلا جا من جيتك. وقول مشيت فيها وصافي. الاولى من ناحيه الغلطه ديال الطيش، والثانيه من ناحيه ولدي اللي طاح. الحمد لله ما ديري في بالك والو، والله خير الوالده ديالك اللي مسكينه تكرفست معانا وتعذبت معانا 15 يوم هذه، تجي من الصباح مشيتي للعشاء، والله خير نسيتي راسك. امين والله يخليك لي حتى انت، وسامحني عفاك على
انا غلطت طيش بصافي. وانتي سامعيني حتى انا كنت سامعه في هادشي ملي ما تخرج من الدار تفاتك وتموتك. انا مسامحك مسامحك. يلا غادي نوض نتعشى. راه خلات الوالده موجود في الكوزينه. تيا هاكيتي ابقي معايا ونضحكوا شويه ونهضروا ونفكروا في البيبي الجديد ان شاء الله. والله يرزقنا بشباب نعوضوا به اللي طاح. انت جاهز انا بغيت نقول كاع البنات ولا كاع الناس بصفه عامه يتفادوا هاد الفيديوهات والتصاور لبعضياتهم مع الاصدقاء ديالهم ولا مع يعني مع اي حد اللي كيتراسل معاه. كتهضري على التصاور والفيديوهات حميمه. ماشي شي حاجه اللي هذا يتفادوا هاد الفيديوهات والتصاور لان غادي يجي واحد النهار وغادي يندموا وغادي يوقع لهم ما وقع لي انا. يلا حبيبي ناخذ واحد التصوير. يلا حبس. ما كاينش بحال هاد التصاور كان غيكون عندي بسببها مشكل كبير. واخا انا راجلك يولي عطو الحنش كيخاف من الحبل. التصاور ما غيديروا والو راه غير الواحد خصو يختار وقتاش يدير التصاور ومع من غيدير التصاور. وانا راه راجلك عندك الحق. خذ يلا شي تصويره تكون زوينه. يلا يلا تشيز. مالك عاوتاني بيبي مالو عاوتاني مديرك واخا عليه واخا راه ناخذ معاه شي تصويره. تشيز حنا والبيبي. يلا واحد جوج ثلاثه ناخذ واحده اخرى بحالك. يلا 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 تشيز. يلا واحده اخرى. يلا يلا حبيبي يلا. هاي هاي هادي جات مزيانه. انا اللي خطيك عليا. ياسمين مشاهدينا هي وحده من بزاف نساء ورجال اطفال شباب واسر في بعض الاحيان تشتتات بسبب سوء استعمال الانترنت. هادشي تيخلينا نعيدوا النظر في تعاملنا مع الانترنت في اخلاقيات التعامل عبر الانترنت وربما تجديد القيم ديالنا اللي تنسيناها في هذا المجال هذا. غادي نتلاقاو الاسبوع المقبل مشاهدينا مع حكايه جديده وعبره جديده. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي لي ايام نسينا اللي فات.